اجهاد. فرق كتير النهارده وليد سليمان لو كان طبعًا موجود بخبراته الخبرات الافريقيه الموجوده عنده بطريقه لعبه على المرمى كمان فرق النهارده. النهارده الشوط الثاني اللي اضاف صراحه مع التغييرات الثلاثه اللي نزلت كهربا بالرغم انه يعني لسه داخل جديد لكن يعني تشم فيه ريحه خطوره لما يمسك الكره وبيبدا يقرب ناحيه المرمى. طبعا كابتن فتحي وكابتن شريف قالوا ظروف كانت موجوده فعلا النهارده عطلت شويه النادي الاهلي. والنهارده ريني فايلر قالك انا كسبان فرقه بلاتينوم على ملعبي اتنين، ايه اللي غير؟ النهارده في ظروف النادي الاهلي بيلعب اكيد في ظروف مختلفه، ملعب النجيله تقيله، رطوبه عاليه جدا، شايفين مأثره على الفرقتين. لكن كنت اتمنى النهارده الدوافع اللي عندنا عند لعيبه النادي الاهلي تكون اكبر، خاصه انك انت الفريق اللي عايز تبحث عن البطوله، انت اللي عايز تبحث عن الصداره، فكنت اتمنى الروح الاداء يكون اقوى زي الدوري. ما شاء الله النادي الاهلي النهارده شغال في الدوري بشكل منتظم جدا، كل المباريات مكسب، كل المباريات فيها روح عاليه جدا من بدايه المباراه. لكن النهارده اللي بدا اللي فرق معانا كتير البدايه كان فيها بطء كبير جدا. النهارده درس مهم جدا للعيبه وايضا لريني فايلر. ممكن تقابل ظروف زي كده في افريقيا، وافريقيا مليئه بظروف كده، بتلاقي ساعات ملاعب سيئه، تلاقي جو بمطر، بتلاقي رطوبه عاليه جدا. لكن النهارده الوقفه الدفاعيه في بعض الاحيان كانت مطلوبه جدا، الخطوط تكون متقاربه بينها وبين بعض، دفاع مع الوسط مع خط الهجوم يكون الامور متقاربه. لكن عشان تكون فريق بطل، وممكن تلاقي فريق زي بلاتينوم، احترام البلاتينوم من اقل الفرق الموجوده في المجموعه او في افريقيا، فريق ما عندوش الخبرات. يعني النهارده لو اللعيبه داست شويه بلغه الكره كنت ممكن تاخد 3 نقاط. بمناسبه داست شويه دي، ولما دست ربع ساعه جبت جون وضيعت 3. ما هو دي اللي كان في بدايه الشوط الثاني، اللي هي بدايه الشوط الثاني ده مش بس ده 10 دقايق بدا يبقى فيها نظام في اللعب، فيها سرعه في الاداء شويه، فيها ضغط عالي، بدا يحصل اخطاء. وشفنا كهربا ضيع فرصه، مروان محسن بدا يروح، مروان محسن سجل هدف، بدات يبقى ليك خطوره. كنت اتمنى الخطوره دي تبتدي من البدايه بقى، ما انقلهاش ادخله معايا 45 دقيقه في مجريات اللعب وابدا ادور عليها شوط ثاني. لا، الفريق البطل لازم بداياته تبقى قويه جدا، خاصه ان البدايات مهمه جدا جدا جدا. عندنا مشكله في النواحي الدفاعيه، ولما اقول عندنا مشكله في النواحي